هاي واضح. إذا كنتم من محبي الرياضات الهوائية والحماس والأدرينالين، هذا الفيديو إلكم. Follow me. نعيش تجربة لأول مرة رح نعيشها بسوريا، تجربة فريدة ومميزة. خلونا نشوف كيف رح تكون. أهلا وسهلا فيكم منصة واضح، معكم فواز غنام صاحب المشروع زيبلاين الأول بسوريا. هذا الكابل لما اللي عملناه كان أطول كابل زيبلاين موجود بالمنطقة المحيطة فينا كنا بكل الدول، وأعلى كابل وأجمل كابل حتى، ومن الأكبال المميزة على مستوى العالم بهالجمالية وبهالطول وبهالارتفاع. طول الكابل من نقطة البداية لنقطة النهاية حوالي 300 متر. ارتفاع منتصف الكابل عن قاع الوادي مثل ما كنتم شايفين ارتفاع هائل كثير، يعني أكثر من 100 متر. أول شيء كتير مبسوطة بالطاقم، العمل كتير شيء بجنن وفعلا شيء فخم يعني. حبيت إنه هاي تاني مرة بركب فيها، فكان أول شيء في خوف، بس هلا عم جرب شيء تاني. يعني في عندك على القاعد وفي عندك شيء إنه سباحة ومن هذا الحكي، فنجرب هلا السباحة. ما بعرف شو راح تكون هلا، يعني في توتر شوي. شعور رائع وحلو وغريب، يعني اول مره هيك بسوريا يعني نكون نمارس هيك رياضه حلوه كثير. هي متعه كثير حلوه، متعه حلوه يعني بكررها اذا هلا في برجع بضل. هون التكلفه هي عباره عن 7000 ليره اللي ما يعادل 2 دولار، فهو شيء رمزي جدا انه اتجاه المشاريع الثانيه مثلا الخارج لقطر. رح ناخذ فيه اطول واعلى سكاي بايك بالعالم، هو رح نحقق شهاده نقدم على موسوعه جينيس لندخل فيها كاطول كابل واعلى كابل سكاي بايك بالعالم.